فاتورة الكهرباء والغاز شكلت مصدر قلق المواطنين واستيائهم من أسعارها المرتفعة، معتبرين أن الأسعار مخالفة لما هو مستهلك. يسر يسر برشا، صدقني أنا واحد من الناس في الدار معناتها ما عنديش حاجة كبيرة، معناتها تجيني في المرة هذه جاتني 50,000، وش عندي تلفزة ولا في الجدار ولا كعبة تيب ولا اثنين. كو كان أنا ومرتي، كو ومرتي تخدم ونخدم، فاتورة الضوء اللي فات جاتني 92,000 راس ورايس، لا عندي كليماتيزير لا عندي طاقة شمسية لا عندي حتى شيء، تلفزة في الجدار. انستالاسيون انتيريور نحكي، أمام الانستالاسيون القديمة، وإلا تلقاها الثلاجة نتاعو من هكا القدم، تنجم تكون حتى جديدة لكن مخليها في مكان اللي هو سخون شوية كما في كوجينة واحد وكذا، تولي الموتور يخدم ما يوقفش ما يرتاحش. جيني حتى بال 110 راس ورئيس أنا والوالدة. هاك شفت عندي بعينك ديجا 160 دينار وديجا في بريود نتاع عيد، وهذه جا هيروزمون معناتها تقديرية. تصور معناتها التريمستر جاي اش مجيني، تصور معناها مكيف ما عنديش في الدار وتجيني معناها ديما فوق ديما غالية تقديرية وتجي غالية، فهمت ولا؟ تش تستهلك انت، انا مانيش موجود في الدار وتجيك غالية، موجود ماكش موجود تجيك غالية ورقة الضوء. الحالات هذوما راهم يدرسوا حالة بحالة، يجيب فاتورته وندرسوها هوني ونشوفوا الاستهلاك نتاعو، إذا كان للمواطن وواثق وعلى يقين بكونه وراه ماهوش هكا استهلاكه، يجي يعمل ريكلاماسيون هنا في الاستقبال ونبعثوا له الفنيين نتاعنا يثبتوا العداد في مرحلة أولى، إذا كانوا يقول ثبتوه معناتها عندنا طرق نتاع باش نثبتوه، طرق تقنية، إذا كانوا صحيح وكونوا العداد نتاعو اللي راكب معناتها ربما يستهلك أكثر من اللازم ولا حاجة. عندنا طبعا عندنا دي كريتير نمشيو عليهم، راح نصلحوا له فاتورته ونبدلوا الكونتور. غموض كبير تجاه الفاتورة التقديرية للكهرباء والغاز دفع ببعض المواطنين الى اعتبار ان هناك زيادات في الفاتورة. برشا غموض، ما تفهم منا شيء الورق، برشا غموض فوق ما تتصور في بالك. لا لبقينا لا فاهمين لا تقديرين، الفاتورة معنا الرسمية أعطينا خوذ أدفع خوذ وبرك، اللي جينا خوذ وندفع ونستو، ما نجموش نتكلموا حتى كلام زين ونتكلموا ونقعدوا، هي الحكاية هي ما تفهم شيء حتى شيء، تجي تفسرها ما تفهم فيها حتى شيء، ماهيش فاهم فيها حتى شيء، وتمشي باش يفهموك يقول لك خلص ومن بعد تو الفاتورة الجاية نقصوا لك منها. والله ما نكذبش عليك، أنا أمور قراية مش قاري، فهمتني ولا؟ ما قبلين تجيني الورقه نخلصها، ما اول مره تجيني كيما هكا. توضح الامور في حكايه الفاتوره، ما احناش قاعدين نشوفوا التوضيحات في الفاتوره بكل، تخلصوا برا ما تخلص يقصوا عليك الضوء. الفاتوره التقديريه القاعده نتاعها هي معدل استهلاك نتاع الحريف لمده سنه كامله. لو كان تو نقارنوا نخرجوا في حتى في الاستقبال هوني وناخذوا فاتوره تقديريه نتاع مواطن ونصبوا له توا الاستهلاك نتاعو، توا تلقى الفارق ما بين الفاتوره التقديريه والفاتوره اللي هي على حسب الاستهلاك ما تبعدش برشا، 4,000 5,000 5 دينار معناتها، فهمت؟ اذا كان هي ما تعدت هذه الفاتوره التقديريه. فما ياسر زيادات، ياسر بصفه غريبه، برشا برشا زيادات. هذا تي في هذا من شنو هذا؟ معناتها هي مش كاش مسكرة الضوء، حتى مسكرة الماء لونا، معناتها الاستهلاك نتاع لوناس أكثر من الماء. فما شوية زيادات في التيفيا وفي الواحد ديما أكثر. فما زيادات، فما التيفيا معناها زادوها في الفاتورة ماهيش كيما قبل. التعريفة نتاعنا تقريبا من 1 مارس 2013 لتو ما زادتش بالكل. راهم نشوفوا كل شيء قاعد في السوق، كل شيء قاعد يزيد إلا الفاتورة نتاع الضوء. في 2013 زدنا مرة واحدة، في 2012 زدنا مرتين صحيح. وهذا كله مربوط بالسوق العالمية في الآخر، أنت بالبريم تاع البترول، بالبريم تاع أي حاجة، احنا تعرف كل شيء يمشي بالتو بالمحروقات، فهمت؟ وهكاش خلانا معناتها تزاد في الفاتورة من مارس 2013 لتو ما زدنا حتى ملي في التعريفة. تشكيات عديدة من معلوم الأداءات وغلائها، في حين أكد المسؤول أن هذه الأداءات تسجل بأمور قانونية. بالنسبة لتذكرة الضوء ككل، هو اللي زايد هو الأداء نتاع على التلفزة. أداء نتاع التلفزة في نتاع التلفزة في المعاليم نتاع التلفزة ولات تتخلص أكثر، قبل كيف كان في القانون القديم
معناها يخلصوا 5000 و10000 فرنك تو كيف تحسبها على حسب الكونسوماسيون توصل حتى تخلص معناها في العام 50 60000 70000 80000 شيء كبير. الاداءات ياسر ياسر فوق القيمه ويمشي على حسب الاستهلاك طبعا. معناتها قد ما يكثر الاستهلاك قد ما البورسنتاج هذاك يمشي يكثر بطبيعته. فيها تكاليف نتاع الضوء نتاع الراديو هك الاذاعه التلفزه تقاوى التي في ا هذوما زايدين. كان عندك شويه تي في ا ولا لك نتاع التلفزه تجي اكثر شويه. المعاليم هذيك ماهيش من احنا. المعاليم هذيك فيها ديجا نعطيك كان كل واحد يقرا الفاتوره نتاعو المعلوم البلدي الاضافي في امر اللي هو امر عدد 232 2000 بتاريخ 31 جانفي 2000 فيه مقدر ب 5 ب 3 ملم اللي تو ولات 5 ملم تقول بالنسبة للإذاعة والتلفزة اللي حكيوا عليها زاد كيف كيف فيها شو اسمه أمر خرج من قبل وقاعدين يطبقوا فيه ما هوش استهلاك اللي يطبق فيه. هذا أمر جينا من الدولة متاعنا. يختلف استهلاك الكهرباء والغاز باختلاف الفصول فترتفع أسعار الفاتورة في فصل الصيف على حد تعبير المواطنين. فاتورة الضوء جينا غالية برشا ومعنية سيرتو فاتورة الصيف معناتها اذا واحد معناتها يستعمل شويه كليماتيزور ولا يستعمل شويه تجينا غاليه شحطه برشا. المشوم نتاعها هو في الصيف. في الصيف اللي انا عندي كليماتيزور تجيني الورقه فيها 300 دينار، التقديريه تجي 150 دينار لكن مش حقها. قسم مع عباد يقول لك انا في الصيف جو كونسوم برشا تجينا كالتقديريات في راسي اموري الكل. تجي في الصيف اكثر على خاطر استهلاك في الصيف يكثر. فما عباد توا تشوف فيهم بعض الحرفاء في الصيف يمشي يشري كليماتيزور واثنين ويستعمل تعرف الطقس تاعنا سخون طبعا عادي 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 يجي في الشتاء بطبيعته الاستهلاك نتاعو ينقص ما كانش حنا ناخذ المعدل نتاع عام كامل. تصريح رئيس المدير العام لشركه الكهرباء والغاز نحو التفكير في الغاء الفاتوره التقديريه وجعلها فاتوره تاتي كل 3 أشهر بعث التفاؤل في نفسيه المواطنين. والله ماذا بينا انا ماذا بيجيني تجيني فاتوره برك تنقص علي الاداءات خاطر في كل ورقه تجيك فيها اداءات. هذيك حاجتها ما نعرفش يمكن هي اقل يعني اقل خدمه بالنسبه لي لها وكها. لكن انا نخير اللي هي تجيني ب3 أشهر مره واحده. حاجه باهيه حاجه باهيه ياسر. اذا كانت تولي بالشر تولي باهيه. ما الحق نتاع ربي معناتها كانت تولي ياخذوا كل الكونتور بالشر تولي احسن. مش خاص يلغوه جمله الضوء. المواطنين مزمرين عليه. والله ماذا بينا ماذا بينا. والله في متناول الجميع معناته. يعني كان تعملوا مزيه تلغيوها كل الفاتوره كلها. باش يلغي الفاتوره التقديريه نظرا للتشكيات اللي كيما شفتوها تو كيما انا كنت ديجا جيت خاطر التشكيات هذوما وماشي باش يرجعها كل 3 شهور الفاتوره وما تتزامنش مع فاتوره الصوناد ما تتزامنش مع ربما مواسم الاعياد وال تاعنا كان تصير زوز عياد نتاعنا هذوما العيد الكبير والعيد الصغير فهمت وان شاء الله هي التو ما فما حد شيء رسمي يعني بالنسبه لنا احنا ما جانا حد شيء رسمي التو هذا مجرد تصريحات مع السيد رئيس المدير العام نقلتها كما سمعناها كما سمعتها كما سمعها اي مواطن. ارتفاع اسعار الفاتوره التقديريه للكهرباء والغاز جعلت المواطن في استغراب حول ما يستهلكه من كهرباء وما يدفعه من مصاريف. استغراب يبقى توضيحه رهين اجراءات ملموسه وواضحه من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز.